إذا لم تشاهد الجزء الأول والثاني من قصة الجدة كارمن التي عاشت مع 92 شبحاً، فمن المهم جداً أن تشاهدهم لتفهم هذا المقطع. وضعت لكم رابط المقطعين في الديسكريبشن. مرحباً، أنا كيت. أخبرتكم سابقاً كيف وجد كارلوس الحقيبة في منزل جدته، والتي كانت تحتوي على الكثير من المستندات والصور وأدلة على وجود أطياف ومخلوقات غريبة. في هذا المقطع سنتعمق أكثر لنفهم مدى جنون كارمن بهذه الكيانات. من خلال الجلسات اكتسبت كارمن الكثير من الخبرة، وقائد المجموعة كانت ماريا، ولكن بدأت كارمن تمتلك المزيد من سمات القائد، وأصبحت ماريا بمثابة وسيلة اتصال فقط، لأن كارمن هي من كانت تخطط لكل شيء. رأينا في الحلقات السابقة كيف كانت المجموعة تستدعي الأطياف من خلال الغرض المحفز، والأشياء التي كانت تجلبها المجموعة من منازلهم ومنازل أقربائهم. واكتشفوا أن أي غرض قديم يمكن أن يحتوي على طاقات لأشخاص كانوا أحياء في يوم ما. بعد أن غادر 3 أشخاص من المجموعة، أصبحت الاجتماعات بعيدة أكثر فأكثر، ومرة واحدة كل شهرين. كما ظهر اسم جديد في هذه الاجتماعات، إيتوليا. ظهر هذا الاسم بدون أي مقدمات أو تفسير، ولم يتم توضيح كيفية دخولها في هذه المجموعة، أو إذا كانت كارمن تعرفها من قبل. فقد تم ذكر المساهمات التي قامت بها في الجلسات. لنبدأ في وصف هذه المرحلة من الجلسات، وهي مرحلة ظهور الحيوانات. لقد كان مذهلاً كيف إن المجموعة تمكنت من التقاط العديد من صور الحيوانات كالقطط والكلاب وبعض الكائنات الغريبة التي تشبه الحيوانات الأليفة. وفقاً لكارلوس، كان العثور على الصور سهلاً، ولكن ربط الأحداث مع بعضها كان صعباً جداً، وذلك لعدم وجود ملاحظات على هذه الصور. في أحد المستندات التي قام كارلوس بجمعها وترتيبها، كان هناك شيء غريب. فأحد المجلدات كان يسمى الآخرون، وفيه عدة صور غامضة. دعوني أسألكم، ماذا ترون هنا؟ كارلوس لم يجد تفسيرا لهذه الصورة، فلذلك تركهم جانبا. ولكن تبين لاحقا بأن هذه الصورة كانت للغرض المحفز لأشباح الحيوانات التي قامت المجموعة باستدعائها. الصورة ليست واضحة، ولكن يبدو هذا كطوق حيوان أليف، ولا نعلم ما هو الظل الموجود في الخلف. وفي هذه الصورة يبدو واضحاً بأن شخص ما يمسك بطوق حيوان أليف عن قرب، وربما الظل في الخلف يعود لأحد أعضاء المجموعة. وهذه الصورة لكرة قذرة، ربما لعبة لحيوان أليف. تحتوي معظم صور الحيوانات على سجلات بسيطة تصف مظهر الحيوان، ولكن لا يوجد تفاصيل عن الغرض المحفز، على الأقل ليس في البداية وفي الجلسات الأولى. يوجد في هذه الفئة حوالي 20 صورة، وليس من الضروري الخوض في تفاصيلها، لأن معظمها متشابهة جدا وبسيطة، ولا توجد أشياء تختلف عن الجلسات السابقة. كما لم يتم وصف دور العضو الجديد إيتوليا، فقد استمر الأمر كما السابق. إيتوليا كانت تلتقط الصور، وماريا تستدعي الأشباح. ولكن كان هناك شيء ملفت، لا تنسوا أن كل استدعاء يتطلب غرض محفز، فكيف تمكنوا من العثور على هذه الأغراض المحفزة التي تنتمي إلى العديد من الحيوانات؟ انظروا إلى هذه الصورة مرة أخرى،
فكل ما ذكر عنه في السجل هو كرة قديمة. إذا نظرتم بتركيز فهو يبدو مثل كرة التنس، ولكن هل لاحظتم مدى اهترائه؟ وليس فقط ذلك، بل تبدو إنها مغطى بالتراب، كما لو إنهم أخرجوها من حفرة. الآن انظروا إلى هذه الصورة، ماذا ترون؟ يبدو وكأنه صورة لكلب مقطوع الرأس. هناك سجل حيث تم وصف هذا الطيف بوضوح. في هذا السجل مكتوب كيف أن العضو الجديد إيتوليا قامت بإعداد مياه عشبية وإدخال الكرة فيها، ثم بدأت ماريا بالطقوس. بعد دقائق قليلة بدأوا بسماع صوت خطوات الحيوان، وهذا ما كان مدونا في السجل. من المثير للاهتمام ما أضافته في النهاية، فهم بالفعل قد قاموا بعشرات من الجلسات مع مخلوقات غامضة للغاية مثل هذا الكلب الغريب. وبسبب تغير الطاقة في هذه الجلسات أصبح الجو أكثر إزعاجا، ويبدو أنهم كانوا يجلبون الأغراض المحفزة من المقابر. بدأوا بجلبها من مقابر الحيوانات، ويمكننا أن نستنتج ذلك من جميع الأشياء التي تم استخدامها في هذه الجلسات، وعادة ما تكون هكذا مليئة بالتراب، ولكن يبدو أن هذا تغير بعد فترة وجيزة. ماذا ترى هنا؟ مجرد صورة لدراجة هوائية، أليس كذلك؟ المجموعة لم تحدد لمن ينتمي هذا الشيء، ومن أين أحضروها أو كيف حصلوا عليها. كلما تم ذكره بأن هذه الدراجة تتحرك بنفسها في كل جزء من المنزل. في كل صورة ترى أن الدراجة كانت تتحرك ببطء. والأمر الغريب في هذه الجلسة أن كارمن عبرت عن خيبة أملها لعدم قدرتهم على رؤية الفتاة الشابة التي تلبس فستاناً، حيث تم الإشارة بأن الغرض المحفز في هذه الجلسة كانت لفتاة شابة تقف بجانب دراجتها. بين جميع الملفات والصور الذي قدمها كارلوس لم تكن هناك صورة مشابهة لما تم وصفه هنا، ولكن وفقا للسجل كانت فتاة ذات شعر بني وبشرة بيضاء وفستان رمادي أو أزرق طويل. كتبت كارمن إن الكيان لم يسمح برؤيته أبداً، ولكن في بعض الصور يمكنك رؤية شيء ما واقف بجانب الدراجة، والمجموعة تعتقد بأنها كانت الفتاة. في فترة معينة من هذه الجلسات يبدو أنهم توقفوا من إحضار الأغراض المحفزة من المقابر، وبدأوا في سرقة الأشياء من القبور الصغيرة الموجودة على جانب الطريق. اتضح أن هناك سجل حيث تقول كارمن لإيتوليا بأنه دورها وعليها الذهاب إلى المكان المحدد. هذا هو كل ما تم ذكره في السجل. والسبب الآخر هو أنه منذ أن بدأوا في استدعاء الحيوانات بهذه الطريقة أصبحت الجلسات عدوانية بشكل متزايد، وأصبحت الكيانات تتفاعل مع الأعضاء. كتبت كارمن أن الدراجة كانت تتجول حول المنزل بطريقة بطيئة، ولكنها دائما ظلت واقفة على عجلتين. وفجأة مرت بالقرب من قطعة أثاث متينة ذات أبواب زجاجية. ادعت المجموعة بمجرد مرور الدراجة من جانبها وبدون لمسها انفجر زجاج الأبواب وتدمرت المحتويات الموجودة بالداخل أيضا.
تطاير كل شيء بعدوانية فظيعة. أصيبت أوتوليا بجروح خطيرة وعميقة في حاجبها. وصفت كارمن كيف أن شظايا الزجاج الصغيرة انغرست في أرجلها وتركت جروح عميقة. ليس فقط الأبواب الزجاجية هي التي تحطمت، بل أيضا المزهريات والتماثيل الموجودة بداخله. كتبت كارمن: الشخص الوحيد الذي لم يتآذى كانت ماريا، ربما لأنها كانت بعيدة. بعد شهرين اجتمعت المجموعة مجددا، ولكن شيئا ما تغير. ستقوم ماريا بالاتصال واستدعاء الأشباح، ولكنها ستغادر بعدها مباشرة. ويبدو أن ماريا لم تكن تريد أن تتواجد في المجموعة ولا هذه الجلسات بعد الانفجار الذي حصل، وهذا ما تركهم مع التجارب الأكثر رعباً على الإطلاق. في هذه السجلات تم الذكر ما حدث في الجلسات عندما لم تكن ماريا معهم. هذا كان الغرض المحفز للشبح التالي. هل يمكنك معرفة ما هذا؟ إذا كنت تعلم فأخبرني في قسم التعليقات، لأن لا أحد استطاع أن يعرف ما يظهر في هذه الصورة. ولكن المرعب كان الكيان الذي ظهر. وفقا لما كتبته كارمن، إنهم سمعوا لأول مرة بعض الإزعاج في أحد الأثاث، وعندما ذهبوا باتجاه الصوت هذا ما وجدوه. ذكرت كارمن أن هذه البقايا متكررة وقد ظهر في عدة مناسبات أخرى، ولم يتم ذكر ما فعله في وقتها، أو ربما قد تم ذكره في أحد السجلات بشكل عام. عندما رأى كارلوس الصورة شعر بالرعب الشديد، لأنه تذكر عندما كان صغيرا شعر بأن شيئا ما أمسك بقدمه بقوة. كان دائما يعتقد بأنه كان مجرد حلم، ولكن ظلت قدمه تؤلمه حتى اليوم التالي. والآن بعدما رأى الصور أصبح متأكدا بأن هذا الشبح هو من تجلى على سريره. هل تتذكرون هذه الصورة؟ لقد رأيتموها في الجزء الأول. هذه الصورة لبقايا الكاهن. تعتبر هذه الصورة مهمة جدا، وذلك لأنه ظهر لأول مرة شبح من سنة 1400، وكان هذا الغرض المحفز الذي استخدمته المجموعة في الجلسة. وهل تذكرون هذه الصورة؟ كان للشبح العريس. في هذه الصورة يظهر انعكاس شبح العريس على نافذة تطل على الحديقة. هذا السجل مثير للاهتمام، لأنه يوضح بالتفصيل كيف أن العضو الجديد إيتوليا هي المسؤولة عن إجراء هذه التجارب مع كل الأشياء المحفزة والأشباح. على سبيل المثال تم ذكر أن هذا الصليب تم غسله في خليط من شاي الخل وأوراق الغار باستخدام نوع من سعف النخيل، وقد تكررت هذه العملية عدة مرات في المستقبل. هل لديكم أي فكرة عن استخدام هذا الشيء وما يعنيه؟ أخبروني في قسم التعليقات. القيام بهذا النوع من الطقوس هو ما جعل الكاهن يظهر. يا
يظهر الكاهن عندما يكون هناك الكثير من الظلام. تقول كارمن: لقد تمكننا من رؤيته في مناسبتين فقط، هنا وفي الجلسة رقم 72، وهذه الصورة هي من الجلسة 72 عندما كانوا يستدعون كيانا آخر. كارلوس لا يتذكر هذا الشبح، فهو لم يراه ولم يشعر بوجوده أبدا. كارمن تصف هذا الكيان بوصمة عار وبقايا فريدة من نوعها، ويبدو أنها ظهرت لمرة واحدة فقط. الغرض المحفز تم الشطب عليه، كما لو أنهم أرادوا إخفائه عن أي شخص آخر لديه حق الوصول إلى هذه المستندات. تقول كارمن بأن هذا الكيان من الصعب وصفه، فالشعور الذي انتابهم عندما ظهرت كان صعبا جدا، شعور مرعب من اليأس، وفكروا بجدية بترك هذا التحقيق وإنهاء هذه الجلسة إلى الأبد. فعندما ظهر هذا الشبح تم سماع صوت صرير، كما لو إن شخص ما يقوم بخدش الحائط بأظافره بصوت عالي. وفقا لما كتبته كارمن، الألم في أذنيها لا يمكن مقارنته بالرعب الذي رأته عينيها. هل يمكنكم أن تتخيلوا ما عانوا منه في تلك الليلة؟ كان الأمر مرعبا جدا لدرجة أن أوتوليا فقدت الوعي. ولكن هذا ليس كل شيء، فبعد انتهاء الجلسة اتفق الجميع بأنهم شعروا بالاكتئاب الشديد، شعور ممزوج بالوحدة والحزن والرغبة في الهروب من أجسادهم، وكأنهم لا يريدون أن يكونوا في هذا الجسد. في المرحلة التالية ستتغير الأشباح، وكلها تقريباً عدائية وخطيرة، وتتميز بحدث مثير للاهتمام، وهو وفاة ماريا. انكسر الرابط وحدث شيئاً ما في المجموعة، وهذا ما سنكتشفه في المقطع القادم.